عارف انت لما تكون بتلعب خط وسط مدافع وتلاقي الناس كلها بتقول ان بريز رئيس اعظم نادي في تاريخ كرة القدم، بان اغبى قرار اخده في حياته هو التفريط فيك، وده كبير وكل حاجة، انما الاكبر بقى هو ان الكلام ده اتقال في وقت جيل الجالاكتيكوس، والوقت ده بالذات الكلمة فيه باضعافها، وده لو هيدل على شيء فالشيء ده ان ميكاليلي ما ينفعش يكون لاعب عادي ويستحق يكون اسطورة في مركزه. ولو انت مش مقتنع بده فاعتقد انك لما تتعرف على قصته كاملة في فيديو النهاردة هتغير وجهة نظرك فيه بالكامل. ميكاليلي كان من مواليد الكونغو الديمقراطية سنة 73، بدايته بقى كانت في ناشئ نادي ميليونو الفرنسي في سنة 89، واستمر مع ناشئ النادي لحد ما تم انضمامه لناشئ نادي اف سي برايست سنة 91، وتألقه بقى في الفترة دي كانت نتيجته طلب انضمامه من نادي وفعلا ينضم لناشئ النادي، وبعد ظهوره بأداء كبير مع السكند تيم بتاع الفريق المدرب يطلب تصعيده للفريق الأول، وفعلا موسم 92 93 يكون رسميا ميكاليلي هيشارك مع الفريق الأول. وطبعا كلنا عارفين ان تصعيدك للفريق الأول إذا كان صعب فالأصعب منه انك تشارك او تلاقي مكان في الفريق الأول، ولكن طبعا الكلام ده ما ينفعش مع ميكاليلي، واللي هيقول لي ازاي هقول له انه شارك في اول موسم له في 37 مباراة يعني شبه أساسي، وده بقى لو هيأكد على شيء فالشيء ده إن ميكاليلي ظهر عليه إنه هيكون لاعب كبير من وهو صغير. وده بقى اللي ياخدنا للموسم اللي بعده واللي فيه شارك في 32 مباراة وكان أحد أسباب وصوله للمركز الخامس واللي بيها يشارك في البطولات الأوروبية الموسم القادم. لا استنى، ده الموسم ما خلصش على كده، ده بعدها تجيله استدعى من المنتخب في بطولة أوروبا تحت 21 سنة واللي فيها ميكاليلي ما ظهرش كتير، ولكن كان من ضمن الأسباب في وصول فرنسا للمركز الرابع بعد خسارته من أسبانيا بهدفين لهدف في مباراة تحديد المركز الثالث. المهم بعدها يرجع يبدأ الموسم مشاركة في 46 مباراة ويسجل 5 أهداف ويصنع ثلاثة، وتألقه ده يخليه من أهم الأسباب في فوز بالدوري لأول مرة من أكتر من 10 سنين، وده جميل وكل حاجة، ولكن الأجمل بقى كان في الموسم اللي بعده واللي فيه ميكاليلي شارك في 44 مباراة بأداء قوي جدا لدرجة إنه كان من أهم الأسباب في وصولنا للسيمي فاينال دوري الأبطال، وتحديدا بعد ما قدر يساعد الفريق في الحفاظ على شباكه أغلب مباريات البطولة واللي بيها يستمر للصعود لحد مواجهة اليوفي في قبل النهائي، ولكن لسوء الحظ ميكاليلي غيب عن مباراة الذهاب واللي فيها خسر 2-0، واللي هيقول لي بقى حتى لو كان موجود برضه هيخسر، هقول له لا يا عم ده كان هيكسب، والدليل على كده إن في مباراة العودة بوجود ميكاليلي يفوز ب3-2، وطبعا النتيجه دي يخرج في نسخه من اقوى النسخ اللي قدمها في دوري الابطال. لا السنه ده الموسم ما انتهاش على كده، ده بعدها تجيله استدعاء من المنتخب في بطوله اوروبا تحت 21 سنه، البطوله اللي فيها ميكاليلي شارك اساسي باستثناء مباراه وحيده، وبرضه يكون من ضمن الاسباب في وصول المنتخب للمركز الثالث بعد الفوز على اسكتلندا في مباراه تحديد المركز الثالث، عشان بعدها يرجع يبدا موسم 96 97 بمشاركه في 37 مباراه ويقدر يسجل 4 اهداف، وتالقه بقى كان بياكد انه يستحق يكون في نادي افضل، وخصوصا انه موجود في النادي من 6 سنين، وطبعا النتيجه لده ان بعد نهايه الموسم عقده ينتهي وما يرضاش يجدد مع النادي، وده اللي يخليه يقبل عرض انضمامه لمارسيليا، وهنا بقى خطوه مارسيليا تكون خطوه للاعلى، وفعلا موسم 97 98 يكون الاول له مع مارسيليا واللي بداوا بنفس الاداء وقدر يشارك في 36 مباراه ويسجل 3 اهداف ويصنع هدفين، ويكون احد اسباب وصول مارسيليا للمركز الرابع واللي بيها يشارك في دوري الابطال الموسم اللي جاي، وده كويس وكل حاجه، ولكن الصعقه بقى كانت في نهايه الموسم بعد عدم اختياره لتمثيل المنتخب الفرنسي في كاس العالم 98، واللي بيها خيبه الامل اسفرت عن انه ياخد قرار انه لازم يتحرك اتجاه نادي كلاس اي على الاقل عشان يضمن وجوده مع المنتخب بشكل اساسي، وفعلا مع نهايه الموسم يتجه لاسبانيا لانه حس انه هيظهر هناك بشكل اكبر، وساعتها كان سيلتا فيجو خطواته الاولى اتجاه هدفه، وفعلا شارك معاهم في موسم 98 99 في 43 مباراه ويسجل هدفين ويصنع زيهم، ولكن الواضح في الموسم ده انه كان بيقدم اداء قوي جدا ودايما بتحس انه بيطلع اقصى ما عنده ضد الفرق الكبرى، وتاكيدا على الكلام ان هدف من الهدفين اللي سجلهم في الموسم ده كان في الفوز على ليفربول، لا ومش بس كده ده حتى لما لعبوا برشلونه وكانوا خسرانين منه لحد الدقيقه 90 يجي ميكاليلي يعمل اسيست ممتاز بمصطفي يسجل هدف التعادل في الوقت القاتل، ولكن لسوء الحظ ان سيلتا فيجو ينهي الدوري في المركز الخامس فرق نقطه واحده عن فالنسيا صاحب المركز الرابع، وده بقى اللي ياخدنا للموسم اللي بعده واللي فيه ميكاليلي استمر على قوه الاداء وشارك في 43 مباراه وسجل 3 اهداف، وسيلتا فيجو ينهي الدوري في المركز السابع، وده صعب وكل حاجه، ولكن كل ده يهون قصاد عرض من ريال مدريد، ولكن تيجي العقبه من سيلتا فيجو، وطبعا ده جنن ميكاليلي اللي قرر ما يشاركش ولا يتدرب مع النادي، وفعلا اسلوب الضغط ده يجيب مع سيلتا فيجو ويقبل عرض ريال مدريد اللي كان بما يقرب من 14 مليون يورو، وفعلا تتم الصفقه موسم 2000 2001 يكون الاول لهم مع الريال، واللي بداوا مشاركه في 49 مباراه وصنع هدفين وسجل هدف ويعمل اداء خيالي لدرجة انك تحس انه غير خطط كل الفرق اللي بتلعب ريال مدريد، وده طبعا لان اغلب مسيرة ريال مدريد كان بيبقى فيه مشكلة في عمق الفريق، وطبعا النتيجة لده هو فوز الريال بالدوري والخروج من نصف نهائي دوري الابطال بعد ما خسر من البار في مباراتين الذهاب والعودة، وده بقى زعل ريال مدريد جدا، والنتيجة بقى كانت في الموسم اللي بعده واللي فيه بدأ ميكاليلي بمشاركة في 53 مباراة وسجل هدف وصنع 5، والريال يبدأ الموسم بالفوز بالسوبر المحلي على حساب ريال ساراكوستا ب4-1 بمجموع المباراتين، وبعدها يخسر الدوري بفارق 7 نقاط عن فالنسيا المتصدر، واكمالا للسوء ريال يخسر نهائي كاس اسبانيا ضد روبرتيفو كورونيا، وده صعب وكل حاجه، ولكن الانتفاضه بقى كانت في دوري الابطال البطوله اللي فيها ميكاليلي كان احد اسباب وصول الريال للنهائي، وتحديدا بعد ما صنع هدف في الفوز على اندرلخت، وبعدها صنع هدف في مباراتين بايرن ميونخ في ربع النهائي في الدور اللي انتهى ب4-3 بمجموع المباراتين، واللي بيها يستمر الريال بالفوز على برشلونه في قبل النهائي ب3-1 بمجموع المباراتين علشان يصعد لمواجهه باير ليفركوزن في النهائي، وهنا بقى الوضع اتغير خالص، وده بسبب ان اولا ليفركوزن كان من اقوى الفرق الاوروبيه، وثانيا ان ليفركوزن كان خسر الدوري فارق نقطه واحده عن دورتموند
دورتموند، وكمان خسر في نهائي كاس المانيا ضد شالكا، واكمالا للسوء كان خسر السوبر ضد هيرتا برلين. يعني الجرح صعب ومش هيعالجه غير الفوز بدوري الابطال. وطبعا بعد الاجواء دي المباراه هتبقى حياه او موت بالنسبه للفريقين. وفعلا المباراه تبتدي بشراسه من الفريقين، والنتيجه لده يجي راؤول يسجل هدف الريال الاول في الدقيقه 9، وبعدها ليفركوزن ما يهنيهمش على الهدف ويسجل التعادل بعد 5 دقائق. طبعا انت عارف اللي حصل بعدها، وهو عرضيه من كارلوس تيجي لزيدان بشكل غير مباشر وتكون رايحه اتجاه شمال زيدان، وطبعا زيدان ما يسميش عليها ويسجل هدف من اجمل اهدافه ان لم يكن اجملهم، واللي بيه استمرت النتيجه لحد نهايه المباراه ويتوج ريال مدريد بدوري الابطال للمره الاولى في وجود ميكاليلي، عشان بعد العظمه دي اخيرا يجي له استدعاء من المنتخب في كاس العالم 2002. ولكن لسوء الحظ ان فرنسا يفشل في تحقيق اي نتيجه ايجابيه ويخرج من الدور الاول، وده بقى اللي ياخدنا الموسم 2002 2003، الموسم اللي فيه ميكاليلي يشارك في 42 مباراه ويبدا الموسم بالفوز بالسوبر الاوروبي على فاينورد، وبعدها الفوز بالانتر كونتيننتال على اولمبياد، واكمالا للعظمه دي يفوز بالدوري بفارق نقطتين عن ريال ساراكوستا الوصيف. ولكن في نهايه الموسم على غير المتوقع يفوجئ ميكاليلي بان بيريز عايز يمشيه، ودي كارثه حقيقيه، لان ميكاليلي هنا بقى هو الاساس الدفاعي لجيل الجالاكتيكوس، وعدم وجوده دي كارثه بكل المقاييس. والحقيقه انا لو رئيس نادي ومعايا ميكاليلي وقررت امشيه، لازم قبلها اكون ممضي لاعب زي فييرا او فيرون، اقل من كده ما ينفعش. ولكن اغلب الناس قالت ان السبب كان اقتصادي والتيشيرتات وغيره، ولكن الحقيقه بقى ان بيريز قال لميكاليلي ان النادي ماديا مش قادر يشتري بيكهام، فراح ميكاليلي قال لمدربه ديلبوسكي الكلام ده، وطبعا ديلبوسكي ما يسكتش، يقوم رايح لرئيس النادي ويقول له ده من غيره الفريق يقع، ده هو السبب الاكبر في نجاح الجيل الحالي. وبعدها بقى زيدان يعرف فيقول نفس الكلام، واكمالا للخبطه يحصل موقف عنصري من بيريز اتجاه ميكاليلي. African quickly, no, like I feel listen with respect. I not talk with you, I talk with the president. Okay, see you have the message from there. I don't want to play anymore here. وطبعا بعد كل الكلام ده مش بس بيريز اللي وافق على رحيله، لا ده كمان ميكاليلي ما كانش عايز يلعب خلاص. ولكن ما علينا، المهم ان الموسم 2003 2004 يكون الاول لميكاليلي مع تشيلسي، وقدر ساعتها يشارك في 47 مباراه، ولكن لسوء الحظ انه جه في موسم اللا هزيمه للارسنال فيخسر الدوري فرق 11 نقطه عن ارسنال المتصدر، وده اللي ياخدنا للموسم اللي بعده اللي فيه ميكاليلي شارك في 50 مباراه وصنع 3 اهداف وسجل هدف، ويكون احد اهم الاسباب في فوز تشيلسي بالدوري اللي بعض الناس شافته انه اهم دوري في تاريخ تشيلسي. واللي هيسال ليه هقول له ارجع شوف حلقه باتريك فييرا وانت تعرف القصه. المهم ان بعدها تشيلسي يكمل الموسم بالفوز بكاس الرابطه بعد الفوز ليفربول ب3-2 في النهائي، عشان بعد العظمه دي ميكاليلي يبدا الموسم اللي بعده ويشارك في 41 مباراه، ويبدا الموسم بالفوز بالسوبر المحلي بعد الفوز على ارسنال بثنائيه دروجبا، ويكمل بالفوز بالدوري للمره الثانيه على التوالي لاول مره في تاريخ النادي، واكمالا للعظمه يتم استدعائه للمنتخب في كاس العالم 2006، البطوله اللي فيها ميكاليلي شارك اساسي في كل المباريات، واللي بيها يكون احد اهم الاسباب في وصول فرنسا لمواجهه ايطاليا في النهائي، في البطوله اللي اتكلمنا عنها في اكتر من حلقه سواء ريبيري او انزاجي او مالودا وتوتي وغيره. ولكن المضمون ان التعادل يستمر لحد ركلات الترجيح وحظ ايطاليا يكون اكبر، ويتوج ايطاليا بطل العالم في وقت كان صعب جدا مش بس على ميكاليلي ولكن على فرنسا كلها. ولكن على الرغم من كل ده الا ان ميكاليلي يفوز بلاعب الموسم في تشيلسي عشان يرجع بعدها يبدا موسم 2006 2007 بمشاركه في 46 مباراه ويعمل اداء مميز جدا، ويكون من ضمن الاسباب في فوز تشيلسي بكاس الرابطه والاف اي كاب، وتحديدا بعد الفوز على اليونايتد بهدف دروجبا القاتل، ويتوج تشيلسي بالثنائيه في وجود ميكاليلي. المهم بعدها يبدا موسم 2007 2008 بمشاركه في 34 مباراه، ولكن كل ده دون نتيجه، وتحديدا بعد خساره كل البطولات المحليه، وبعدها يخسر نهائي دوري الابطال من المان يونايتد على يد فاندر سار، واكمالا لسوء الحظ يتم انضمامه للمنتخب في يورو 2008 البطوله اللي استمر فيها المنتخب على سوء النتائج، ويخرج من دور المجموعات، وبعد ده كله يصدف مع نهايه الموسم نهايه عقده مع تشيلسي، والنادي ما يتكلمش معاه في التجديد، وده بقى اللي يخليه يقبل عرض باريس سان جيرمان، وفعلا موسم 2008 2009 يكون الاول لهم معاهم، واللي قدر يشارك فيه في 40 مباراه، واداؤه بقى ما يكونش سبب كافي في عدم خروج باريس سان جيرمان بموسم صفري، عشان بقى في الموسم اللي بعده ميكاليلي يشارك في 36 مباراه ويسجل هدف ويصنع هدفين، ويكون احد اسباب فوز باريس سان جيرمان بكاس فرنسا بعد الفوز على موناكو في النهائي، واللي بيه يتوج ميكاليلي بالبطوله الوحيده مع باريس سان جيرمان. واكمالا للكلام في الموسم اللي بعده شارك في 42 مباراه، وعلى الرغم من انه كان بيقدم اداء كبير الا انه قرر الاعتزال، وفعلا في نهايه الموسم اعتزل رسميا بعد ما وصل ل 38 سنه، وبعد ما قدم مسيره تاريخيه بكل المقاييس واللي تتمثل في المشاركه مع الانديه في 798 مباراه ما بين الدوري الاسباني والانجليزي والفرنسي وغيره، واللي سجل فيه 23 هدف وصنع 26، وفاز يوم مع تشيلسي بالدوري وكاس الرابطه مرتين لكل بطوله، ومره الاف اي كاب والسوبر الانجليزي، وفاز مع ريال مدريد بالدوري والسوبر المحلي مرتين لكل بطوله، وطبعا اهمهم فوزه بدوري الابطال والسوبر الاوروبي والانتر كونتيننتال، ده غير فوزه بالدوري الفرنسي مع نينت وكاس فرنسا مع بي اس جي، وكل ده مع الانديه. اما بقى لو رحنا لمشاركاته مع المنتخب الاول واللي تتمثل في 73 مباراه وصنع 3 اهداف وبس يا سيدي، وبكده وصلنا لنهايه الفيديو. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، وتقول لنا بقى تحب نتكلم عن مين الفيديو الجاي. سلام.